عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، أيوه الدولار يتحرك أمام الجنيه، الدولار قاسي على الجنيه. وآدي هو أخبار من موقع مصراوي بيقول إنه في مخاوف من انخفاض الجنيه مرة أخرى، وإن سعر الدولار في السوق السوداء تجاوز ال 41 جنيه. ترجع لي وتقول لي ليه الدولار يوصل ل 41 جنيه؟ أرجع أقول لك لأنه الإحساس الداخلي عند المصريين إنه لحظة إعادة تعويم الجنيه مرة أخرى أمام الدولار اقتربت، فالناس بتاخد إجراءات احتياطية في دولة قررت بقالها 10 سنين بتضحك عليهم في فلوسهم. فالدولة اللي بتضحك على المواطنين في فلوسهم وكل يوم تخفض العملة أحيانا بسبب وأحيانا بدون سبب. تذكروا معايا في نوفمبر 2016 لما نفس الدولة دي قررت أنها تخفض العملة، ما قالتش إحنا نخفض العملة ولا حاجة، سمته برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقالت أنه تخفيض العملة هو بداية عملية الإصلاح الاقتصادي، وأنه وضعنا الاقتصادي بعد سنتين من 2016 يعني في 2018 هيبقى عال العال ومية مية، وهتلعب بالدولارات لعب. مش بس كده، اكتفوا كمان انه عدد من الاعلاميين طلع وقال ان الدولار اللي كان ب 16 جنيه هينزل سعره بعد عملية الاصلاح الاقتصادي الجريء، سموها كده عملية الاصلاح الاقتصادي الجريء، هينزل ويبقى ب 7 جنيه. والعهدة على الاستاذ احمد موسى. من الاخر، احتمالية ان الجنيه يتعوم احتمالية اغلب الباحثين الاقتصاديين المتابعين للشأن الاقتصادي المصري بيقولوا انها تالية للانتخابات الرئاسية، دي مرحلة هتبقى بعد الانتخابات الرئاسية. لكن اللي بيحصل دلوقتي واللي هيحصل انه اسعار كل حاجة هتزيد وكأن العملة اتعومت فعلا. استاذ احمد، يعني انت فكرتنا في فيديو بصراحة رائع جدا ومهم جدا بتاع استاذ احمد موسى. انت فاكر الكلام اللي اتقال في الفيديو ده؟ طبعا. طب هو ينفع بقى بجد ان احنا نحط الواقع اللي احنا عشناه دلوقتي ده قدام الفيديو ده والكلام اللي اتقال؟ ممكن جدا لو زملاء يساعدونا نستعيد مع بعض هذه الذكريات الاليمه. اصل بجد والله لو احنا قلنا مثلا احنا عايزين نعمل فيديو نتكلم فيه عن الناس دي ونطلعهم بيقولوا الكلام ده واحنا اللي عاملينه فيك، مش هنعرف نوصل للمرحله صح. دي صح بجد والله. عارف ليه؟ لان هم فيك اصلا. برافو عليك. طيب خلينا نقول ايه طيب اسباب زياده الطلب على الدولار. واحده من اسباب من اسباب زياده الطلب على الدولار، خلينا نقول الاول تفاصيل كده، بتقول ان بيسجل متوسط سعر الدولار في البنوك بين 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم، باقل 10 جنيه تقريبا عن السعر المتداول في السوق السوداء. بيزيد طلب الجمهور على شراء الدولار من اجل سداد مصروفات ابنائهم في المدارس الخاصه او اللغات او بهدف شراء الذهب من الخارج والاستفاده من وقف تحصيل الجمارك عليه لفتره مؤقته عند دخولهم به الى مصر. دي بعض الاسباب زي ما ذكرناها لحضراتكم. يمكن موضوع مصروفات المدارس الخاصه، مدارس اللغات، مفيش حاجه دلوقتي تروح تدفع لابنك بالجنيه، خلاص الكلام ده بطل من زمان جدا على فكره، مش جديد يعني ولا مستحدث. انت بتدفع مصاريف المدارس بالدولار، ومدارس معينه من غير بقى ما نعمل لها اعلانات، كل المصريين عارفينها كويس جدا. المصريين عارفينها لان في ناس بتبص لها عشان مش قادره تودي عيالها هناك، وفي ناس ولادهم هناك، وفي طبقه ثالثه اصلا ولادها ما بتتعلمش اصلا في مصر وبرضه بيدفعوا بالدولار. فمصاريف المدارس بالدولار ده مؤشر وسبب من اسباب زياده الطلب على الدولار. كمان شراء الذهب، يعني دلوقتي في اقبال على شراء الذهب خاصه من خارج مصر، وده ايضا بيتطلب واقبال وطلب على الدولار والعمله الصعبه. المصريين مخاوفهم تجاه هذه التغيرات اللي بتحصل حواليهم مش بس جايه من واقع احساسهم اليومي في تعاملاتهم الاقتصاديه سواء بالشراء او بالبيع، لكن كمان جايه ومقترنه تقريبا بكل توقعات المؤسسات الاقتصاديه العالميه. يعني كل المؤسسات الاقتصاديه العالميه اللي بتعمل عمليه استقراء للمستقبل الاقتصادي لبلد معينه او لمنطقه اقتصاديه معينه او لحاله معينه، فكرهم قريب جدا من فكر المصريين. يعني المخاوف دي ما هياش وهمية، المخاوف دي مؤيدة
تقارير اقتصادية دولية شايفة أنه الذهاب لإعادة تعويم الجنيه مرة أخرى أمر مفيش فيه أي حال من أحوال الهروب، ملهاش حل تاني. حل هذا النظام الحالي هو إعادة تعويم الجنيه المصري مرة أخرى، يمكن يقدر يعدي العشرة أو الحداشر جنيه الفرق اللي ما بين الفلوس اللي انت بتشتريه بيها من البنك، لو البنك طبعا ادالك او اصلا البنك كان عنده دولار، وما بين السعر اللي موجود فعلا في عملية التنفيذ اثناء البيع والشراء في السوق السوداء. وفي الحقيقة كل التقارير الدولية بتتكلم على انخفاض بنسبة 15-20% في الجنيه. يعني لو احنا النهاردة بنتكلم على انه السعر الرسمي 30.94 قرش، زود 20% من المبلغ ده تعرف شكل التخفيض الجديد. تقريبا مورجان ستانلي بتقول هذا الكلام، تقريبا سيتي بانك كان بيقول هذا الكلام، مؤسسة موديز العالمية قالت ان وضع مصر في مسألة التقييم الائتماني امر صعب جدا انه يستمر على هذا الوضع، وهم مدينا بي 3 اخر حاجة في البي، وقالوا وبيقولوا انه في احتمالية كبيرة جدا جدا ان هم في عملية اعادة تقييم، وان احتمالية كبيرة جدا ان مصر تحصل على السي خلال الثلاثة اشهر القادمة، وربنا يستر ويسلم. طيب ربنا يستر ويسلم يا احمد زي ما انت بتقول، لان فعلا موضوع ان احنا بنحصل على مراكز متقدمة في كل ملف احنا فاشلين فيه كتر قوي، وبقى حاجة صعبة جدا، وهذا ما لا نتمناه لمصر ابدا. في ناس دلوقتي مش قادرة تدير الملفات، في ناس مش قادرة تدير هذه الازمة وتوجد وتعمل على ايجاد حلول لهذه الازمة الاقتصادية، ونقص الدولار وزيادة الطلب على الدولار في نفس الوقت. خلينا نرجع كده شوية مع الخبر لبعض المؤسسات اللي توقعت انخفاض الجنيه زي ما سميح كان بيقول من شوية، من ضمنهم مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، واللي توقعت في تقرير صدر لها الشهر ده انخفاض آخر لسعر الجنيه مقابل الدولار، وده بسبب استمرار عمل السوق السوداء. السوق السوداء يا جماعة اللي هي السوق الموازية لتجارة العملة ولكن بطريقة غير مشروعة، يعني دائما وأبدا أنت تتحدث في الأرقام عن السوق الرسمية، ولكن السوق السوداء متحكمة في سعر الدولار. أنت مش هتروح تغير دولار إلا من خلال السوق السوداء غالبا، لأنك أنت مش هتعرف تتعامل مع البنوك رسميا في تغيير الدولار وتغيير العملة. وأصلا أنت دلوقتي بقى وأنت معاك دولار بقيت ماشي عامل زي اللي شايل مخدرات في جيبك، ما أنتش عارف مين هيوقفك، من أين لك هذا، جبت دول منين، عملت بيهم إيه، حتى لو حد محولهم لك من بره، اللي بيحولوا أصلا لأهليهم من بره مصر بالدولار أهليهم بيروحوا ياخدوا من البنك بالجنيه، وتيجي تقول له أنا عايز دولار يقول لك مفيش، هتاخد بالجنيه لأنه عايز يستفيد بهذه العملة من خلال التحويلات اللي بتتم من الخارج. طيب مؤسسة موديز كمان قالت أو وتوقعت أن اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 أدى إلى هبوط في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار بنحو 96% ليقفز متوسط سعره في البنوك إلى من 15.76 في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيه في الوقت الحالي.